انتصف ليل القاهرة، عرض لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر، أهلا بكم. من المقرر أن يؤدي الرئيس محمد مرسي صلاة عيد الفطر المبارك بجامع عمرو بن العاص، فيما تتواصل الاستعدادات بمختلف الساحات لأداء صلاة العيد. وفي سياق متصل، أطلق عدد من القوى السياسية والثورية الدعوة لأداء صلاة العيد بميدان التحرير، وذلك للتأكيد على مطالب الثورة والحفاظ على مكتسباتها. وقال مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، قال إن خطبة العيد بميدان التحرير ستؤكد على التضامن مع ثورة الشعب السوري ضد نظام بشار الأسد. كل عام وأنتم بخير. أكد دكتور هشام قندير رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار جميع مواقع العمل الحيوية في العمل خلال فترة العيد، كقطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل العام والمياه والكهرباء والصرف الصحي، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوافر الأمن في هذه الفترة. من جهة أخرى، زار قنديل قسم شرطة إمبابة فجر السبت بصورة مفاجئة لمتابعة سير العمل فيه، وتابع رئيس الوزراء كيفية التعامل مع المترددين والمحتجزين وسير التحقيقات، كما استمع إلى شكوى من إحدى المواطنات بشأن تأخر عمل محضر تقدمت به. واستدعى قنديل مدير أمن الجيزة وكلفه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أوجه القصور في القسم. قالت مصادر برئاسة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسي سيشارك في قمة دول عدم الانحياز والتي تستضيفها العاصمة الإيرانية طهران نهاية أغسطس الجاري، وذلك عقب زيارة الصين في 27 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم خلال القمة نقل رئاسة الحركة من مصر إلى إيران ومناقشة مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية الجارية. وكان الرئيس مرسي قد تلقى دعوة للمشاركة في قمة عدم الانحياز من الرئيس الإيراني أحمد نجاد، نقلها نائبه حميد بقائي قبل أيام. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر عسكري نفيه تعرض القوات المشاركة في العملية العسكرية بسيناء لهجوم من مسلحين. ونفى المصدر ما تردد عن توقف العمليات الأمنية في سيناء في فترة العيد، لكن المركز الإعلامي بوزارة الداخلية قال إن 4 ضباط وأمين شرطة أصيبوا أثناء عودتهم من إحدى الحملات الأمنية بشمال سيناء. وأكد المركز أيضا إلقاء القبض على 3 من المشتبه بهم. قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن أجهزة الشرطة تواصل تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بالتصدي لقطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام. وأشار المصدر إلى أنه تم إحباط 6 محاولات قطع طرق وسكك حديدية، وضبطت أجهزة الأمن 12 من المشاركين في هذه المحاولات، والتي جرت في محافظات القاهرة والمنوفية والغربية والمنيا. قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، قال إن المستشار أحمد مكي وزير العدل قدم للجمعية التأسيسية مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية. واعتبر عبد المجيد أن تطبيق هذا المشروع حال إقراره يضمن تحقيق استقلال حقيقي للقضاء، موضحا أن مشروع القانون لا يدعو لإلغاء المحكمة الدستورية العليا. أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو دعم مصر للأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية والمسؤول عن تنسيق الجهود الدولية والعربية لحل الأزمة السورية. كما أكد عمرو في اتصال هاتفي مع الإبراهيمي استعداد مصر لتقديم كل عون ممكن لتقديم أو لوقف تدهور الأوضاع وحقن دماء الأشقاء السوريين. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. دمتم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.